ازيكم؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ هنبدأ دلوقتي خلاص نجهز بقى الطيور بتاعتنا والعشوش بتاعتنا علشان موسم الانتاج الجديد 2021. انا في الحمام دلوقتي مجهز جنبية كده بياضة، هوريكم كده انا هعمل ايه او الفكرة بتاعتي ايه. اول حاجة هعملها مع البياضات بتاعتي، بعد ما بطهر البياضة او بعد ما اغسل البياضة بتاعتي ونضفها من اي ريش صغير متعلق بيها، ديت البياضات اللي كنت استخدمتها الموسم اللي فات 2020، دلوقتي هجهزها بقى الموسم 2021 عشان اطمن ان مفيش فيها اي حشرات او اي بيض لفاش او اي حشرات داخل الثنايا بتاعت الخشب. انا طهرت من الخارج لكن لسه بقى الاماكن دي، هوريك بقى دلوقتي ازاي هطهرها واطمن عليها واطمن على العشوش بتاعتي. ولكن بذكرك قبل ما ابدا الفيديو ما تنساش تعمل اشتراك من الزرار الاحمر اللي موجود اللي هيظهر لك زيه كده هنا، هيبقى فيه زرار تحته زيه كده موجود، وخليه من اللون الاحمر للون الرمادي، وتاكد انك مفعل زر الجرس عشان كل ما ينزل فيديو جديد يجي لك اشعار بيه. اول حاجه هستخدمها معايا او اول حاجه هعملها معاكم هو انا طهرت او انا نظفت البياضه بتاعتي من الخارج، فما عادش عليها اي ريش او اي فضلات لطيور او اي شيء، فالبياضه بقت من الداخل والخارج دلوقتي نظيفه. ولكن انا المشكله عندي مش كده، المشكله عندي ان ممكن يكون في الثنايا ما بين الخشب، ما بين المسامير، بين الخشب المزنوق مع بعضه ده، قفلات الخشب، ممكن يكون فيها موش او اي حشرات حطت بيض في الجنب. فعلشان خاطر اكون مطمن على البياضات بتاعتي ان هي نظيفه واستخدمها للعش الجديد بتاعي، لازم اطهر او ارش بماده تكون مطهره. الماده اللي هشتغل بيها دلوقتي معاكم هي فيركون اس، ده مطهر بكتيري وفيروسي عشان خاطر لو في اي حاجه موجوده داخل العشوش اكون انا مطمن عليها. ممكن كمان بعد ما تخلص بالمطهر الفيروسي دوت ممكن تستخدم مطهر تاني، حاجه زي بيوتوكس او زي اكتوميسرين، هيبقى دي حاجه كويسه تستخدمها مع الطير بتاعك. هوريك دلوقتي الجرعه اللي انا بستخدمها عشان اطهر بيها، هلف الكاميرا وافرجك كده معايا. ادي المطهر بتاع اهوت اللي انا هستخدمه فيركون اس، ادي الميزان بتاعي. فيركون اس دوت من الحاجات الامنه جدا اللي انت ممكن تستخدمها مع طيورك، مطهر اهو من احدث المطهرات واستخدامه للطيور، قادر على التطهير من اي فيروس او بكتيريا وله استخدامات عديده. ممكن تطهر الارضيات والاسطح الصلبه، تطهر بقى كل حاجه، ممكن كمان تشرب منه العصفور. فده الجميل فيه او دي الميزه اللي فيه. الصلاحيه معايا هي لحد 1/2022. انا جهزت عندي كده بلاستيكيه كبيره وعشان احل فيها الدواء بتاعي. هبدا دلوقتي اجهز بقى الجرعه بتاعتي واشوف الكميه بتاعتي هحطها قد ايه. انا هكتفي ان انا احط 5 جرام على كل لتر ميه لان هغمر فيه البياضات، مش مجرد ان انا هرشه بس. هنزلك الكاميرا شويه عشان تبقى شايف معايا الكميه اللي بتتحط قد ايه، وشايف معايا قرايه الميزان بتاعتنا عامله ازاي. لازم طبعا تستخدم ميزان حساس، ما ينفعش في الادويه انك تستخدم كده بالبركه، عشان طبعا الكميه اللي هعملها هيكون حجمها كبير. فانا هخلع الغطاء بتاعه او الظهر وهستخدمه. الغطاء او الظهر بتاعي ادى قرايه معايا 13 جرام وكسر، اصفر قبل ما احط الكميه بتاعتي وابدا بعد كده احط الوزن بتاعي. انا هحط الازازه بتاعتي او الشفشه اللي هحطه كميته او مقداره 2 لتر، فانا هوزن 10 جرام على سبيل كل لتر يكون له 5 جرام. جميل، لسه شويه كده 5 جرام وكسر، 7 جرام، 8 جرام، 8 جرام ونص، 9 جرام ونص، شايفين الدقه بتاعت الميزان كده 10 جرام وكسر. خلاص تمام كده اوكي، ادي الكميه كده بتاعتي خلاص وزنتها. اشيلها بقى من على الميزان واطفي الميزان بتاعي. جميل، واقفل الكميه بتاعتي او البودره اللي انا هشتغل بيها عشان خاطر الرطوبه ما تجيش لها وتبدا تاذيني. تمام، هبدا بقى اضيف البودره بتاعتي ديت على كميه الميه بتاعتي. هلف الكاميرا كده وافرجكم كده عليها. يلا بينا يا باشا، ادي اهوت. انا مجهز عندي بلاستيكيتين كبار. تمام، بلاستيكيه الاولانيه ديت اللي موجوده قدامنا اللي هي الحمراء دي انا حطيت فيها كميه من شويه، ودلوقتي هبدا اكمل بقى كمان عليها بقيه الجرعه بتاعتي. انا حطيت فيها 40 جرام وده كده 10 جرام كمان، يبقى انا كده حاطط كده فيها 50 جرام. تمام كده الميه كده عندي بتاعتي جاهزه، هبدا بقى اقلب الميه ديت عشان خاطر الكميه او البودره بتاعتي اللي انا حطيتها تدوب فيها. طبعا في حاجه اساسيه عاوز اقول لك عليها، ان الميه ديت ميه من فلتر مش ميه من الحنفيه، لان الكلور للاسف بيبطل تاثير اي دواء. تمام، بايدينا كده ممكن نقلب الميه عشان نتاكد ان الجرعه بتاعتنا دايبه وكويسه.
بدل ما كنت هاملة البلاستيكية ديت وهدر الكمية بتاعتي على الفاضي، لا كده الكمية بتاعتي هتكفي الجردل دوت ويبقى كده كويس قوي عليه. تمام، عاوز ارفع الجردل دوت فوق عشان تبقى الحاجة باينة قدامنا بدل ما نقعد نوطي كل شوية. اوكي انا كده رفعته خلاص اهوت فوق القاعدة على سبيل يكون قريب مني والكاميرا. طبعا الدرج بتاعي بيسقط معايا، هدخله جوه واقفل عليه، هغطس النص الاولاني. بص كده العش بتاعي بيخش، بسيبه كده. بصوا المية، طبعا الصابون بتاع ده عمل رغوة زي ما يكون فيها صابون، الفيركون اس بيعمل التأثير دوت كأن كده في صابون فيه. بصوا انا كده مغطس جزء منها تقريبا التلتين بتاعها علشان اضمن ان لو في اي بكتيريا او اي حاجة المحلول يتدفق داخل الخشب. تمام، التغطيس بتاعي هو بسيبه شوية وبعد كده بشيل، وبعد كده ببدأ انقل للناحية التانية اهي. كده انا جبت كده كمية الخشب بتاعتي كلها. تمام، بسيبه بس لمدة دقيقة عشان اضمن ان المحلول يتخلل جوه الخشب. تمام، بكده خلاص. بصوا المية خارجة من جوه داخل العش ازاي. كده انت ضمنت ان العش بتاعك اتشرب للمحلول او للكمية بتاعتك. الصابون اللي عليه دوت او بقايا الرغاوي ديت دي من الفيركون اس، ما هياش محتاجة انك تشطفها ولا اي حاجة، بمجرد ما تسيبها بس دقيقتين العيش هينشف والرغاوي دي كلها هتروح. تمام، دي كده الفكرة بتاعتي. طبعا بتصفي العيش بتاعك عشان تخلي المية تكفي اكبر كمية من البياضات. لو انا كنت عكست بقى وعملت في العبوة الكبيرة، عشان نلف الكاميرا ونتكلم احسن، لو انا بقى كنت عكست وكنت خليت المية بتاعتي تكون في البلاستيكية الكبيرة اللي هي الحمراء ديت، كنت ههدر كمية مية كبيرة على قلة فايدة وكان مش هيبقى لها لازمه. فانت بدل ما تقعد تهدر كميه البودره بتاعتك او الفيركون اس بتاعك، لا طب ما انا اخليه واحافظ عليه عشان يكفي معايا لمرات جايه تانية، بما ان هو لسه صلاحيه فيه كمان قدامه سنتين، شهر 1 2022، فاستفاد بيه قدر الامكان. والبلاستيكيه دي كده عوضتني عن استخدام كميه كبيره من الميه، وبغطس العش بتاعي. انا اللي يهمني بس ان انا اغطس العش عشان اطمن ان الصنايه بتاعت الخشب، بصوا الاماكن ده اهي، ده الحز الكامل ده تجمع الخشب مع بعضه، عشان اضمن ان اتخللت فيه المحلول او الماده، بحيث ما يكونش في اي بيض، حشرات، اي حاجه تاذي الطير بتاعي. ممكن تفقس، اي نعم انا لسه غاسل العشوش ما بقاليش اسبوع، بس ممكن يكون لسه فيها بقايا بيض، حشرات، ايا كان، وبالاخص الفاش والسريش والمشاكل دي كلها. فانا كده اكون حميت نفسي، والتغطيس دوت اكون ضمنت ان العش بتاعي نظيف. بعد كده بسيب العش بتاعي خلال ساعه الزمن بالكتير، هتلاقي العش يكون ناشف وبقى زي الفل. ترجع بقى تبدا تعلق العشوش بتاعتك لو انت لقيت ان الجو او درجه الحراره مناسبه لتعليق العشوش. لو درجه الحراره لسه عندك ما هياش مناسبه في المكان اللي انت بتربي فيه، طبعا في ناس بتتفرج علينا من بلدان كتير جدا، فلو لقيت الحراره عندك لسه مرتفعه والجو حر، ما ينفعش انك تركب العشوش الا لما درجه الحراره تبدا تظبط معاك. اللي احنا بنعمله دوت كده دوت تمهيد، لان احنا نركب العشوش للطيور بتاعتنا. بعد كده هنبدا بعد كده بقى ايه نعمل نحل محلول تاني بميه تانيه تكون نظيفه جديده، ونبدا بقى نرش بيه الحوائط والاقفاص وارضيات كل قفص. بعد كده هنرش بقى ارضيات المكان كله بالكامل، يعني هنعمل ايه حمله نظافه شامله للمكان بتاعنا كله عشان نخش الموسم الجديد او الدوره الجديده والمكان بتاعنا احنا مطمنين ان مفيش فيه اي حشرات، مفيش فيه اي مشاكل، فنعرف بقى ايه ناخد انتاج كويس من الطير بتاعنا. كل ده طبعا اتجاهات يعني اجتهاد مننا، ولكن التوفيق من اللي خلقنا. طبعا انا في الحمام مش هينفع اقول اي كلام. بكده كنت خلصت معاكم الفيديو بتاعنا. الفكرة جميلة وسهلة، ما تكسلش انك تعمل كده مع الطير بتاعك عشان الفايدة هتعود عليك انت بالخير، ويجي لك رزق كويس كده من الطير بتاعك خلال الموسم، وانتاجك يكون جميل وما يكونش فيه اي مشاكل. تمام، لو ليك اي سؤال شرفني بالتعليق تحت الفيديو. لو ليك لو في اي حاجه مش واضحه ولا حاجه، اعمل لي تعليق وهرد عليك اول ما اقدر. لو استفدت من الفيديو ما تبخلش علينا بقى وتعمل لايك للفيديو وشير عشان غيرك كمان يستفاد. اسيبك على خير، مع السلامه.